عند حائط مسدود تقف زوبعة خطوط التوتر العالي المتصاعدة بين أهالي المنصورية وجوارها من جهة ووزارة الطاقة من جهة أخرى، فالأهالي يرفضون رفضاً قاطعاً أن تمر الخطوط فوق بيوتهم، والوزارة ترى أن هذا الخط الذي لا يهدد صحة الإنسان هو ما يعطل خطة الكهرباء المقررة. وفي خضم الجدال القائم كانت فكرة تمر الخطوط تحت الأرض كمناطق كثيرة أخرى، لكن الوزارة رفضته ورأت أن التمر أشد خطراً من مد الخطوط فوق الأرض. وفي محاولة منا لمعرفة الطريقة الأقل تهديداً لصحة الإنسان استعنا بخبير محايد لا يتبع لأي طرف من طرفي النزاع. يعني واحد مارق مرق الطريق مثلاً، والواحد عايش بالطابق فوق وعنده ثلاثة أو أربعة مايكرو تسلا مراحبلة وقاعدة وعايشة وقايمة ونايمة، تفرق طبعاً تفرق. الإشعاع الكهرومغناطيسي هو عامل من العوامل ممكن يزيد الريسك، وطلعوا أنه ممكن يزيد الريسك لحد 2 أو 3% إذا واحد ساكن تحت خطوط توتر عالي عم تشتغل بشكل طبيعي. يعني اللي مهم بالماجنتيك فيلد مش التوتر، هو الكوران اللي عم يمرق جوا، التيار اللي عم يمرق بقلب الفازات. واخذت انا تيار تقريبا على معدل 640 امبير، وحسبت الماجنتيك فيلد على هون على سطح البنايه، عم اقول انه البنايه بعيده عن الخط تقريبا 15 متر، طلع عندي بيتراوح بين 3.7 او 3.9 تقريبا وصفر. هو 0.1 ل 0.3 مايكرو تسلا. أي. لا، هذا الحد الطبيعي اللي الإنسان بيتعرض له مثلاً إذا أنت كنت بالمكتب في كمبيوتر حدك في مكنة تصوير تحت الأرض، رح يكون الكابل محطوط مثلاً بالطريق هالبعد 10 أمتار وقرب الكابلات لبعضهم، لأنه هن في عندهم عزل طبيعي الكابلات بخفف كتير المجال المغناطيسي. النظرية تقول إن الحقل المغناطيسي في الجو أقوى منه مطموراً في الأرض، ولتتأكد لنا صحة النظرية ذهبنا إلى محطة عرمون حيث هناك خط مطمور بمعية استشاري الشركة التي نفذت مشروع الخط الممتد تحت الأرض من عرمون وصولاً إلى المكلس، ثم أكملنا إلى الدكويني حيث تمر الخطوط بين البيوت وعدنا بهذه النتيجة. رح تلاحظي 4.6 هلا منعلي، كل ما نحن عم نعلي بتلاحظي وصلت على سواد صدري 1 ميكرو تسلا، 1 2 3 4 أوب. صرنا 0.1. هلا نحن واقفين هون تحت خط ال 150 كيلو فولت اللي نازل على محطة البوشرية، الطاقة اللي فيه منا مثل الطاقة اللي عم تتمرق واللي رح تتمرق بخطوط ال 220 كيلو فولت، ومع هيدا وكله نحن واقفين هون بركي على بعد شي 50 متر وعم بيعطي 1.77 مثلا، 1.79. كيف اذا نحن على 5 امتار مثل ما عم بيقولوا بده يكون هو ذاته الخط يحوي نحن تحته 0.95 بكعب البنايه، بقى واحد يتخيل اذا كعب البنايه 0.95 الطوابق اللي فوق شو راح يصير فيهم؟ بيكونوا قاعدين بال 1.5 او بالاثنين او حتى بالثلاثه اخر طابق. يذكر ان مجلس الوزراء كان قد عرض شراء البيوت المتضرره من التوتر العالي في منطقه عين سعادي المنصوريه، لكن الاهالي رفضوا العرض وعدوه تهجيرا قسريا. الاختبار الميداني كما الاختبار النظري برهنا بان الحقل المغناطيسي فوق الارض اعلى بكثير من تحتها. اما وزاره الطاقه فبرايها ان مد الخطوط فوق الارض لا يشكل خطرا، ثم خلصت الى نتيجه متناقضه مفادها بان تركيب الخطوط تحت الارض مخاطره أكثر بكثير من التمديد فوقها، أما الكهرباء فتبقى معلقة بين الأرض والهواء في مكان ما. من أمام وزارة الطاقة والمياه، نوال بري، قناة الجزائر.